هنا بقى دخلنا في الاف 105 الفانت الطياره المحاربه 105 دي وصل ثمنها فوق ال 2 مليون دولار وكانت سرعتها بتوصل فوق سرعه الصوت. ده تانك اضافي بنزين اضافي بره واللي بره ده ودي صاروخ من تحت وجناح بتاعها شكله غريب قوي. هل الجناح ده جناح شكله غريب قوي من ناحية تانية برضو الجناح شكله غريب. هل ده هو ده شكله ان هو ده الداخلة بتاعت الجناح ده اللي هو النفاس دخول النفاس. وزي ما انت شايف الطيارة انسياب جامع انسيابية قوي عاملة زي الأنبوبة زي أنبوبة مجاري طويلة قوي. وكل اللي تحت ده بقى صواريخ هنا وعجل هنا وفي الأرض هتطلع كام صاروخ.